مرحبا من جديد. في اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بحث مجلس الوزراء عددا من الملفات الاقتصادية والأمنية، كما استكمل مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين التي تهدف إلى إحداث نهضة على المستويات كافة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار، فضلا عن متابعة توفير مختلف السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق. اجتماعه تناول أيضا الإجراءات الوزارية التي سيتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم ومنع الممارسات الاحتكارية ومراعاة محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجا. من ناحية أخرى، قال وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء عرض موضوع زراعة الذرة الصفراء والأرز، وذلك لزيادة المساحة المزروعة من الذرة الصفراء لتصل إلى 1.25 مليون فدان لتقليل استيراد الحبوب، وتصل المساحة الحالية إلى 900 ألف فدان، حيث سيتم زراعة 350 ألف فدان في محافظات الصعيد. النهارده كان العرض على مجلس الوزراء موضوع زراعه الذره الصفراء والارز. طبعا انتوا عارفين ان في تنافس كتير في زراعه الذره والرز نظرا ان احنا عاوزين نقلل ونرشد استخدام الميه، فكنا ان احنا بنشجع الفلاح على زراعه الذره الصفراء، وكان موضوع في الخطه هذا العام ان مساحه الذره الصفراء تزيد 500,000. هي زراعه حاليا حوالي 900 ألف فدان، وفي الزراعه الحاليه هتوصل لمليون وربع فدان هذا العام، وبالتالي يبقى احنا بنحقق المطلوب مننا ان احنا نقلل فاتوره الاستيراد بالذره الصفراء. وطبعا ان شاء الله يعني في تكليف لبنك التنميه والائتمان الزراعي من خلال الشركه القائمه بالبنك بشراء الذره الصفراء من المزارعين. من جانبه قال مع حضراتكم في تمام الساعة الرابعة تأتيكم الزميرة سارة نجيب بآخر المستجدات على الساحة الاقتصادية، أما أنا وزميلي محمد جوهر فنلقاكم بإذن الله على رأس الساعة الخامسة. دمتم في رعاية الله.